شيخ حازم طه، عندي سؤال هام جدا. احنا عرفنا من هو ابي بكر، عرفنا مناقب ابي بكر في الاسلام، كذلك نريد ان نتحدث عن امر مهم جدا. وتحدثنا عن موضوع الهجرة والغار في حياة الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. انا عايز افهم دايما ما يردد الشيعة امور مهمة جدا، طبعا احنا نتولها، وان كنت هفتح مجال الاتصالات للشيعة قريبا في هذا الشأن، ولكن بس عايز اخد منك كلمة شيخ حازم، كيف تمت بيعة ابي بكر بالخلافة؟ طيب يعني اديني بس دقيقتين قبل ان اتكلم في مسألة البيعة. اتفضل. اخونا العزيز الفاضل الدكتور عامر ذكر آية من اهم الايات التي تثبت مدى عدالة سيدنا ابو بكر الصديق ومنقبة كبيرة له في سورة التوبة في وقعة الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذه مسألة مهمة جدا. أولا الروايات الشيعية مثلا في تفسير الميزان للطباطبائي يؤكد ويقول: والمراد بصاحبه، في تفسير هذه الآية المراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعي. يعني علماء الشيعة لما أتوا إلى تفسير هذه الآية أكدوا أن الصاحب الذي كان مع النبي في الغار هو أبو بكر الصديق، فيما عدا طبعا بعض علماء الشيعة المتعنتين الذين يحاولون صرف الآية عن معناها الحقيقي. فسيدنا أبو بكر كان موجودا في الغار في كتب الشيعة بالإضافة إلى ما كان في كتب السنة. كذلك مثلا المفيد، شيخهم المفيد محمد بن النعمان المفيد يقول: أما خروج أبي بكر مع النبي فغير مدفوع، وكونه في الغار معه غير مجحول، واستحقاق اسم الصحبة معروف. هنا نقطة في غاية الأهمية. إذن الآن نحن والشيعة اتفقنا على أن أبا بكر الصديق كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال مهم لكل الشيعة: أنت أيها الشيعي لو أنك مكان سيدنا أبا بكر الصديق استغفر بك النبي وقال لك: انتظر أنت وحدك لتكون صاحبي ورفيقي في الهجرة، هل هذه منقبة أم ذمة؟ نعم، هذه مسألة تدل على فضيلة لك. يعني لو أنك أيها الشيعي مكان سيدنا أبو بكر كنت ترى هذا الأمر منقبة أم ذمة؟ المفترض عند العقلاء أنها منقبة. وبتتابع الآية نفسها: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه من؟ أخرجه الذين كفروا. إذن الذي صاحبه كافر ولا مسلم؟ الآية تقول أن الكفار أخرجوه، فهو أخرجه الكفار، إذن من كان معه فهو مسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. القرطبي رحمه الله يتكلم في لفظ ثانية اثنين يقول إنه هذا من الدلائل القاطعة على استحقاق أبي بكر الصديق للخلافة، لأن الخليفة لا يكون إلا ثانيا، يأتي بعد الحاكم الأول يأتي الخليفة له. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فأبو بكر أصبح صاحبا للنبي. نعم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نعم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يضع نفسه مع أبي بكر الصديق ويقول: يا أبا بكر لا تحزن، الله معي ومعك.